السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا بالمزارعين. الله يسعدكم. فيه موضوع والله مقلقني كثير بصراحه اليوم هذه، انا اشوف انه يعني لازم يعني تركزون شوي عليه، اللي هو موضوع سبق الموسم، واللي تسموه هذا سبق الموسم. ترى الله يسعدكم الموضوع هذا ترى يعني شوي في خطوره، في زاويه خطوره ما هي بسيطه، يعني لا تتوقعون. على سبيل المثال انتم زرعتوا مثلا داخل بيوتكم، وحطيتوا مثلا اللي يسوون سبق الموسم ممكن يسوون اناره صناعيه وشغلات عشان يدخلونها عند المحلات البارده، لانه برا ما راح تتحملها النبته، ما تتحمل درجات الحراره العاليه. لذلك الله يسعدكم، على سبيل المثال خليني اضرب لكم مثال بالكوسه هذه اللي قدامي، انتم زرعتوها، انا يجيني صور منكم صراحه مخيفه جدا. الساق هذا تقريبا طالع اكثر من 7 سنتي زي الخيط، استطالة عجيبة وغريبة. اللي فيها استطالة، النبتة اللي فيها استطالة ما راح تنجح معك ترى لما توديها للمكشوف بعدين، سواء المزرعة الحديقة الكلام هذا. لكن الله يسعدكم، أنا أشوف أنه ما في داعي تتبعون رزنامة سبق الموسم، ألغوها من عندكم هذه، استبدلوها بشيء ثاني. أنت تعرف مثلا عمر الكوسة، هذه الكوسة نحطها هنا، خلينا نقول لكم مثلا حد أعلى أقصى حد لها 15 يوم ننقلها. يعني اعرف انت لما تحط البذره هنا بالصيان التشتيل، هل انت الجو عندك راح يزبط بعد 15 يوم؟ اذا راح تتحمل النبته او الشتله هذه راح تتحمل الجو الخارجي بعد 15 يوم، ازرعها. اذا ما راح تتحمل فانت ليش تزرع من بدري وبعدين تجلس تنقلها من صيان التشتيل للاصايص هذه اللي يسوونها الصغيره والاشياء هذه علشان تكبر داخل؟ طبعا كل الشتلات تراها كل ما ننقلها بعمر صغير، اللي هي احنا نسويها من البذره هذه قرعيات والعائله البذنجانيه والاشياء هذه، ترى هي لما تنقل الشتله وهي صغيره تراها افضل كثير من انك تربيها داخل وبعدين تطلعها للشمس المكشوف. هذه نقطه يا ليت تنتبهوا لها. والشيء الثاني بعد، مواعيد الزراعه بشكل عام، يعني مواعيد الزراعه اللي موجوده بالجداول المتداوله عندنا كلنا الحين، هذه الجداول الله يسعدكم تراها مش قران منزل يا جماعه الخير. انت جداولك هي مزارع جيرانك اللي عندك بالمدينه، هذا هو اللي تقدر تمشي عليه، هذا الجدول، هذه الرزنامة. يعني ما تقدر تطبق لي شهر 9 أزرعه كذا، لا، ما في شيء اسمه سبتمبر أزرع فيه كل شيء. في ناس عندهم يقدر يزرع قبل سبتمبر، يزرع من جولاي يبدأ بالزراعة، وفي ناس ما يقدر يزرع وحتى أحيانا بيوصل إلى 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 منتصف وبعد منتصف أكتوبر 10 وما يقدر يزرع برضه. لذلك الله يسعدكم، رزنامة زراعية، أنت أتبع رزنامة مدينتك أو منطقتك، هذه الرزنامة السليمة. و الله يسعدكم، ما في داعي تستعجلون تسبقون الموسم بعدين استطالة بالنبات بعدين خسارة النبات. فيعني لا تستعجلوا، كل واحد يعرف نفسه. مثلا عندي بذرة كوسة أو بذرة خيار، من 10 أيام إلى 13-15 يوم من البذرة لازم تنقل. هل أنت عندك إمكانية تنقلها في هذا التاريخ؟ جوك يساعد هذاك التاريخ؟ أهلا وسهلا، انقلها أو اشتلها الآن. لكن فكر بوضع الشتلة بعد العمر اللي هو عمر النقل. الطماطم يعني من 15 ل 20 23 يوم من البذره ننقلها. فشوف هل هو انا اذا بذرتها الان بعد 23 يوم او بعد 20 يوم، هل الجو الخارجي راح يناسبها انقلها؟ هنا انا ابذرها. قيسوها دائما على متى النبته تتحمل الزراعه الخارجيه. ومع السلامه.